لنجعل هولندا عظيمة من جديد، شعار تبناه سياسي هولندي معروف بعدائه للمسلمين خيرت فيلدرز، وصف سابقاً اللاجئين في أوروبا بغزاة يهتفون الله أكبر، يستهدفون الرخاء والأمن والثقافة والهوية. فهل يعلم فيلدرز تاريخ بلاده الذي يريد إحياءه؟ هل يعرف كيف غزت هولندا بلداً يضم أكبر عدد من المسلمين؟ هنا إندونيسيا، أرخبيل الجزر الغنية، الشاهد على منافسة المستعمر الأوروبي حتى وقوعه بين أنياب الاستعمار الهولندي، استعمار لا يعرفه الكثيرون، عطل الرخاء وأشاع الرعب وحارب الثقافة والهوية. فكيف بدأت الحكاية؟ جاوة، إحدى أقدم المناطق التي عاش فيها الإنسان الأول خلال العصر الجليدي. هذه الجزيرة إلى جانب سومطرة وبورنيو تعتبر من أكبر الجزر التي تشكل ما نعرفه اليوم بإندونيسيا. ذكرت هذه الأراضي في الملاحم الهندوسية القديمة، ثم دخلتها الديانة البوذية مبكراً، وإليها وصل التجار العرب من الحضارمة والعمانيين حاملين معهم الإسلام في فترة مبكرة من الهجرة إلى المدينة المنورة. لكن إشارات انتشار الإسلام تعود إلى القرن الثالث عشر، وتوسع انتشاره من التجار إلى مصاهرة الحكام ثم إلى الرعية، فتأسست ممالك إسلامية تناثرت على الجزر المتفرقة، إلى أن غلب حكم المسلمين على إندونيسيا وامتزج الإسلام بالثقافات المحلية. سحرت بضائع هذه الجزر عيون الأوروبيين، وكانت البداية من البرتغال التي سيطرت على ملكة، وعمل البرتغاليون ثم الإسبان على نشر المسيحية كما فعلوا في بقية مستعمراتهم. استهدف الاستعمار البرتغالي السيطرة الكاملة على تجارة التوابل من هذه المنطقة، قاومه هم السكان وقامت ضدهم الثورات حتى طردوا من بعض الممالك. لاحقاً تحولت ملكة إلى مركز هام للتجار المحليين، وفتح الباب للأوروبيين من إنجلترا وهولندا. وبحلول نهاية القرن السادس عشر كانت الحملات الهولندية قد عرفت طريقها إلى هذه الجزر. اعتبر السكان الهولنديين حلفاء لهم، ساعدوهم في التخلص من الاستعمار البرتغالي، لكن نوايا الهولنديين لم تتوقف عند ذلك. ادعت هولندا التركيز على التجارة والاستعمار عبر الحكام المحليين دون الانخراط بشكل مباشر، فأنشأت شركة الهند الشرقية الهولندية، شركة تجارية مدججة بسلاح الدولة الرسمي، وحملت كميات كبيرة من التوابل مثل الفلفل وجوزة الطيب. رحلة السيطرة على توابل الشرق صورت على أنها مهمة لجلب الحضارة، مهمة شملت التعذيب والاغتصاب والقتل الجماعي. أنعشت هولندا تجارة العبيد التي كانت موجودة على نطاق محدود، حتى فاقت حسب تقديرات تجارتها من العبيد في مستعمراتها الغربية. حين استولى الهولنديون على جزيرة باندا بهدف السيطرة على جوزة الطيب، قتل القائد الهولندي جميع السكان تقريباً في عملية وصفت بالإبادة العرقية الواضحة. وللسيطرة على القرنفل في جزر مالوكو أحرق الجنود الهولنديون القرى والمحاصيل، وأدى القتل إلى تناقص أعداد السكان بشكل ملحوظ. وبعد ذلك بسنوات طويلة أبيد حوالي 10,000 شخص في المنطقة المعروفة اليوم بجاكرتا. كل ذلك قبل أن تتفكك شركة الهند الشرقية الهولندية المثقلة بالديون، لتؤول السيطرة على الجزر إلى الحكومة الهولندية. ومع تنافس القوى المختلفة في أوروبا بعد الثورة الفرنسية، انعكس الخلاف على أراضي شرق الهند، ثم دارت صراعات ومعاهدات بين هولندا وبريطانيا، انتهت بسيطرة هولندا على مستعمرات أوروبا في إندونيسيا وسيطرة بريطانيا على ماليزيا. ولم يتوقف نزيف الدماء، دعمت هولندا قيادات قبلية للحرب ضد مجلس بادري المكون من علماء مسلمين. قاوم أهل الجزر الاستعمار بطرق كثيرة على مدى السنوات، فقامت الثورات والحروب مثل حرب جاوة الشهيرة التي أظهرت مدى كره الأمراء والفلاحين والعلماء لطبقة الاستعمار الهولندي. في الوقت نفسه التفتت أنظار هولندا إلى إمكانية استغلال أراضي جاوة بطريقة مربحة. أنشئ نظام الزراعة القسرية الذي عمل فيه الفلاحون بشكل إجباري كالعبيد. 10,000 قرية جاوية خضعت للنظام الذي جلب لهولندا في ذروته ثلث عائدات الحكومة. أساء الاستعمار فهم الإسلام ودوره في البلاد منذ مجيئه،
حتى القرن التاسع عشر ظن الهولنديون أن الإسلام عنصر سطحي ضمن ثقافة المجتمع المعقدة، ورأوه مشابهاً للمسيحية الكاثوليكية في تراتبية رجال دين يدينون للخليفة التركي. لذلك حاولت عزل المسلمين في إندونيسيا عن المحيط الإسلامي، وحاولت التضييق على رحلات الحج. لم تهتم السلطات كثيراً بالتنصير كما فعل البرتغاليون، رغم سماحهم للمبشرين بممارسة نشاطهم، ونشأت حركات مقاومة كان الإسلام والجهاد محركاً لها. تغيرت الرؤية حين قررت السلطات الهولندية دراسة الإسلام بشكل أفضل في منتصف القرن التاسع عشر، والفضل في ذلك يعود لسنوك هيرخورنيا، المستشرق الهولندي الذي درس الإسلام من الداخل، ونصح السلطة الاستعمارية بتخفيف القيود على الحج، مع الحرص على منع وصول أفكار الإسلام المكي المعادي للاستعمار. رأى هيرخورنيا وضع سياسات تبقي تعاليم الإسلام في إندونيسيا مدفونة وسط الموروثات الشعبية، والتضييق على الحركات الدينية الإصلاحية ليكون الإسلام نسخة من التراث الإندونيسي القومي، وطالب بمنع أي عمل سياسي يحركه الإسلام، وبالتالي بمنع الجهاد ضد الهولنديين من خلال دعم الطبقة الأرستقراطية على حساب العلماء، وحتى باستعمال القوة. نجحت سياسات الهولنديين نحو الإسلام في إبقاء استعمارهم مدة طويلة، وظلت قبضة الهولنديين تشتد أحياناً وتخف حيناً في التضييق على الحج والمدارس الإسلامية، حتى اجتاحت اليابان إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية في ظل حركة صحوة قومية تعاونت مع حركات إسلامية تسعى للاستقلال. استسلمت اليابان، وأعلن قادة التحرر الوطني استقلال إندونيسيا، لتحاول هولندا مجدداً إحكام قبضتها، هذه المرة بأكثر الطرق دموية. على مدار أربعة أعوام من تلت إعلان الاستقلال، قتل الهولنديون حوالي 150 ألف إندونيسي. اعتذرت هولندا لاحقاً عن بعض المجازر التي ارتكبتها خلال تلك الفترة، لكن ليس عما حدث قبل ذلك. رسمت هولندا لنفسها صورة تنويرية متحضرة تتناسى ما وقع في إندونيسيا، وما يزال بعض ساستها يستهدفون الإسلام والمسلمين ويصفونهم بالغزاة. أما إندونيسيا فيشكل المسلمون حوالي 87% من أهلها، ويرى كثيرون أن الإسلام أحد أهم العوامل المؤثرة اجتماعياً وسياسياً على هذا البلد. في رأيكم، هل نجحت هولندا في سياستها تجاه الإسلام في إندونيسيا؟